الشجرة. اللي صار إنه الناس خلص سمع الشجرة فوجبت أن تكون عنده شجرة تين زي ما قالوا، أو بر، أو كرم اللي هو العنب كما يكتبون، أو واضح إنه راعى لهم، ثم يعجزون فدعونه. بس مين قال إنه هذا هو يعني هذا يعني منتهى الشجرة؟ اسمع شيخ، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ مبلغا ما بلغه أحد اللي هو سدرة المنتهى. اسمع، السدرة أخي إيش سدرة؟ شجرة، تعرف شجرة السدر؟ فالمنتهى شجرة، وهذه سدرة المنتهى. اسمع ماذا سيقول الكبير، سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. عادة إذا جعلت ثابتا نسبت إليه، من الأصل؟ من المنسوب إليه هو الأصل. يعني رأيت فلانا عند الكعبة، فواضح أن البين المعلوم الكعبة. فالله يتكلم عن جنة المأوى، ما قال إنه سدرة المنتهى عند جنة المأوى. جنة المأوى عند سدرة المنتهى. فالسدرة والمنتهى أصلا شجرة شيخ. إيش يا ربك المنتهى؟ لا، هذه إن إلى ربك المنتهى كل شيء شيخ. بس لما قال الله سدرة المنتهى كل شيء منتهى، يعني ينتهي إليها ما نعلم، ما نعلم ينتهي إلى هذا، أما ما بعد هذا يعلمه الله. جيد، قال الله الآن نبين للناس حتى يتبين أن الشجرة مش كل ما تسمع شجرة بالتالي هي يعني يا إما حنطة أو تين. اسمع، بيقول عليه الصلاة والسلام حديث وبدنا حدا يفسره، يقول لي هذه الشجرة إيش هذه الشجرة؟ فإذا قال لي هذه الشجرة إيش، بقول له الشجرة في الجنة شو هي. تلاحظ راحوا على الشجرة، إما أنها تين أو عنب أو حنطة، واضح أنه يتكلم من أرضه مش قادر يتوسع. لاحظ، أهبط إلى الأرض ويتكلم عن شجرة في الجنة، يتكلم عنها في الأرض. الشجرة وين؟ في الجنة، في علم غيب يقيسها بأنيه في اللي في الأرض. كبني إسرائيل قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، طيب بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. كذلك اللي أجى يفسر الشجرة ما قدر يتوسع ويرجع إلى الغيب. أعطيهم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا لي هذه الشجرة عنبة ولا تين. اسمع، بيقول عليه الصلاة والسلام مثل ابن آدم كمثل رجل له ثلاثة أصحاب، ها؟ قال أحدهم يعني من أصحابه أنا معك حياتك، فإذا مت فلست مني ولست منك، هذا ماله. قال الآخر أنا معك حياتك ومماتك، هذا عمله. قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، هو القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة هيك علمونا وروحوا. طيب قال عليه الصلاة والسلام، قال الثالث أنا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست مني ولست منك. يا هذه الشجرة عنب ولا حنطة ولا تين؟ هلأ كلهم مجمعون أنه هذه الشجرة لا شيء من هذا ولا مرة بتكون. واضح إما أنها من المال، من جنس المال، مال الرجل أو أهل الرجل أو عمل الرجل، إنما لا هي تين ولا عناب ولا حلوى. ولا يا أخوانا واضح، واضح أن الحديث لن يعينك أنه تقول واحد من هذا. طب هذا حديث يتكلم فيه النبي في الحياة الدنيا، وانت ترى في الحياة الدنيا انه لا سبيل الى جعل الشجرة شيئا من هذا، فما بالك جعلت الذي في السماء ساعة الغيب مما انت فيه. فاتفقنا من هذا الحديث انه ليس كل ذكر لشجرة بالتالي وجب ان تحمل على شجر الدنيا، لا، لعل الشجرة علم اخر. تنين هذا حديث بين. قال عليه الصلاة والسلام
أنه يوما أتاه الملكان جبريل وميكال وميكائيل، وقال أخذاني إلى الأرض المقدسة وأرياه رؤى، أرياه أهل الزنا وأهل الربا والكذاب، أرياه كل هذا، ولكن لا يأخذوا إلى الأرض المقدسة حتى يرياه هذا. ما علاقة الأرض المقدسة حتى تريه؟ هذا بليلة الإسراء، هذا غيرها شيخ، لا هذه ليلة خاصة كانت، احنا طبعا شرحنا له موجود في الموقع عندنا. ولكن الآن وفيما هما يريانه، اسمع، فأرياه الزنا وأرياه من أكل الربا وأرياه الكذاب. الآن قال أتيابي على رجل عند أصل شجرة، اسمعوا الكذاب. لا أحسنت شيخ، شيخ بكل كل اللي رأى سوات النبي. احنا أولنا أصلا السوات، شرحنا السوات، قلت السوءات أنها السيئات، ولكن من زمان أفصل، سأرجع إن شاء الله على السوءات. أيها من الآن، السوءات التي بدت لآدم، ما عرف به آدم نفسه من ضعفه وجهله وقلته وخوفه. خلق الإنسان هلوعا جزوعا منوعا، هذا كله أخذناه عن أبينا عليه الصلاة والسلام. آدم عصى آدم ربه فغوى، هذا ليس طعنا فيه، ربه أعلم به. عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. خلق الإنسان ضعيفا عجولا من عجل، شيك هذه كلها اجمعها أخي في غلها وحسدها وخوفها وهلعها وجزعها وطمع، هذه هي السوءات. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الناس بسوءاتهم، الكذاب والمرابي والزنا وكل هذا. قال ثم أتيا بي على رجل عند أصل شجرة، اسمع تبعوا لي، عند أصل شجرة وبجانبه رجل يوقد على نار يحش عليها يولع، فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا حسنة، ثم خرجا بي وصعدا بي فأدخلاني دارا أحسن من الأولى في الشجرة، ثم أولاها له، يعني شرحوا له الرؤية، قالوا له هذولا اللي رأيتم الزنا، هذولا هذا الذي يعني يأكل الربا، هذا الكذاب، هذا كذا. طيب، الذي رأيته عند أصل الشجرة حوله صبيان، هكذا الحديث، إبراهيم عليه الصلاة والسلام والصبيان الذين حوله أطفال المسلمين والمشركين كما في صحيح مسلم، والرجل الذي يوقد على النار حوله مالك خازن النار، والبيت والدار الأولى دار عامة المسلمين المؤمنين، والدار الأحسن فوق دار الشهداء. يومها أرياه قصره عليه الصلاة والسلام كربابة بيضاء، يعني سحابة بيضاء، قال يعني ذراني أدخله، قالوا بقي لك عمر. هلا لما أولوا له، اسمع، فأولوا له كل شيء، الرجل اللي عند أصل الشجرة إبراهيم، والأطفال أطفال المسلمين والمشركين، والذي يقد على النار مالك، واللي كانوا في التنور يقد عليهم الزنا، واللي كان في نهر الدم اللي هو المرابي، واللي يخلع شدقيه يشق شدقيه الكذاب. أولنا كل شيء، طب الشجرة إبراهيم عند أصل الشجرة فيها الجنة، الجنة في الشجرة وإبراهيم عند أصلها، والنار عند الشجرة، طب والشجرة عنب ولا تين ولا بر؟ أولوها لنا. هل إذا قال لك يعني ظنها شجرة من غير الشجر، بالتالي ثمة سبيل إلى شجرة من غير الشجر، فلما حصرتم شجرة آدم بني عليها كل ما علمتم في التين والبر والعنب ولا سبيل لكم إلى هذا؟ صحيح أخوان. فالحمد لله،
نرجع كم بقي يا اخواننا؟ أربعة. أتكلم في السيئات في السوءات. فالسوءات يا اخواننا واضح، آدم بين ملائكة، وآدم أول خلقه كفية وأعطي كل شيء، قال له ربه يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، اسمع، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تخيل أسوأ خلق الله، ما تركت له عوزا ولا حاجة، هات أكذب كذاب، كل اللي بده يعطيه مش لاحق يطلب، مش هيك؟ فلا خوف رح يبين ولا طمع رح مش قادر، انت يعني ملأت عينه وفمه، متى هذا؟ لاحظ؟ فأعطاه الله كل شيء. فآدم في الجنة لا يعلم حقيقة مين آدم، ما هذا الخلق الضعيف، مش هيك؟ يعني الإنسان لا يعرف ضعفه حتى يقع في ضعفه أو يعلم أنه ضعيف كما علمنا ربنا. وبعدين انت تنكر، تلاحظ، تقول الإنسان أنك جاهل، بقول لك أبدا كلك جهال، شيء ومش قابل يسلم لضعفه وخوفه وقلته. كان عليه الصلاة والسلام يدعو رب اغفر لي ذنبي وخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، مين؟ سيد الآدم عليه الصلاة والسلام. لا نعلم رجلا أمثل ولا خيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. موسى بتعرفوا صنعه الله صناعة، قد تلا الله علينا في الكتاب ما سمعتم عن موسى عليه الصلاة والسلام. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني رضع النبوة رضاعة، أبا عن جد عن جد، قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، مش هيك أخوان؟ فآدم عليه السلام مخلوق يعني في الجنة، ولا يلزمه شيء ولا يعوزه شيء إلا أن يقرب هذه الشجرة. إنما تبين في هذا الدرس أن النبوة تأذن لك أن ثمة شجر غير هذا الشجر. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، أذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة اسمع تخرج في أصل الجحيم. بدي أقول لك أنه في أصول يبنيها الله على شجرها، فحتى الجحيم على أصل شجرة، واضح؟ هذا للدرس الجاي. فالجحيم على أصل شجرة، رأينا أبانا إبراهيم، والجنة والنار عند أصل شجرة. فيعني من ضيق علم الكتاب في التين والبر والعنب أفسد على نفسه دينه وعلى من صدقه معه. لا أخوان، اللهم ربنا رب هذا البيت بين لنا القرآن، ولا تكلنا إلى عقولنا ولا إلى أحلامنا فنضل ونزيغ ونهلك. اللهم ربنا ورب الأنبياء الذي أنزل الكتاب بينه لنا، إن علينا جمعه وقرآنه. آمين.